السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءه جديده وحصريه على القناه لمواليد برج الجدي. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، وكثروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. تاريخ الفيديو بتاعك يا برج الجدي 6 يناير النهارده. ملكش دعوة بالتاريخ، القراءة عامة ومفتوحة، ادخل في أي وقت، خد توقعاتك وتبشراتك وتحذيراتك، وملكش دعوة بالتاريخ، والقراءة تنطبق على الجنسين. برج الجدي، لو بتعاني من سحر ولا من قرين ولا تبيعة ولا وسواس ولا أي مشكلة عندك، أول تعليق أو صندوق الوصف هتلاقي لينك قناتنا التانية اللي عليها العلاج الشافي لحياتك بإذن الله. ادخل وخد العلاج اللي أنت محتاجه، ونشوف مع بعض الأخبار والتوقعات والتبشرات، وإن شاء الله بإذن الله تكون خير لحياتك كلها. عندك نور من بعض الظلمة اللي انت بتمر بيها حاليا، يعني لو انت بتمر بظلمة، بتمر بخنقة، بتمر بأزمة، الله أعلم، شوف انت بتمر بإيه حاليا. فالطريق الظلمة اللي انت ماشي فيه لوحدك ومفيش حد جنبك، عايز أقولك ان دي فترة وهتعدي، وهتاخد قرارات مهمة، قرارات حاسمة في حياتك الفترة دي، علشان خاطر انت ناوي تحصد او طال الانتظار عندك في الحصد اللي انت زرعته مع ناس كتيرة جدا. في موضوعين، والموضوعين دول محيرينك، فياريت تخليلي بالك منهم، علشان خاطر انت في موضوعين شغلين بالك، موضوعين بقالك مدة مش عارف تاخد فيهم قرار. حصل عندك سرقة الفترة دي، اتسرقت، او في حاجات غايبة عنك، لو ما كنتش اتسرقت في حاجات غايبة عنك ومش عارف هي فين، او بتدور عليها برضو مش عارف هي فين. انت مشكلتك حاجة واحدة بس هي اللي مخلياك تعاني من كل اللي انت فيه ده، الست اللي دخلت بيتك وخانتك، والست اللي هي ظلمتك في حاجات انت كنت فيها متألق وكنت فيها واثق من نفسك. انت الفترة دي من اجمل الفترات اللي انت هيكون فيها انفراجات كبيرة جدا، بس عايز اقولك ان في حد هيجيلك وهيطلب منك السماح، والحد ده ظلمك. الحد ده ظلمك ليه؟ علشان هو الفترة اللي جاية دي هيتعب، وهيتعب جدا، وفي واحدة ست هتقول له إيه انت ظلمت، وهتقول له في وشه انت ظلمت حد، والحد ده دعا عليك، وبالفعل انت دعيت على حد ظلمك، دعيت على حد قصر بخاطرك، وعلشان كده اتحاسبنت فيه وقلت حسبنا الله ونعم الوكيل. وكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل دي كافية ان ربك يجيب لك حقك، علشان طلع منك بوجع قلب. في هنا ارتباط او في خطوبة، الله اعلم، بس في كلام بينك وما بين حد في حياتك، والحد ده هتكون انت بتحبه، علشان هتكونوا مقربين لبعض قوي، هتكونوا مقربين ان انتوا تتكلموا مع بعض. انت خسرت كتير احبة لقلبك بسبب ضربات قلب، بسبب خيانات. في حد عندك توفى، والحد ده مش هقولك ان هو كسر ظهرك، الحد ده كان عزيز على قلبك قوي، او كنت بتحبه قوي. انت دايما مؤمن بالله، وده اجمل ما فيك، وعلشان كده ما بتستسلمش ابدا، لان انت عارف ان اللي بيدبر لك اللي انت فيه ده ربك، محدش بيدبر لك حاجة، اللي بيدبر لك اللي انت فيه ده ربك، وعلشان كده هو ربك اللي هيرزقك من حيث لا تحتسب. بس خلي لي بالك من نفسك، وكون حريص على كل الافعال اللي ممكن حد يقدمها لك في حياتك، وخلي بالك من أشخاص منافقين في حياتك بيلعبوا أدوار الضحية عليك. اللهم بارك على سيدنا محمد. الجملات انتوا، يعني انتوا من الناس الجميلة، من الناس اللي هي اللي في ايدها مش ليها، يعني لما بيحد يطلب منكم حاجة بتدوه من غير مقابل، وما تستنوش ان هو يرد لكم اللي غايب منكم. بس في افعى كبيره، الافعى دي ربنا يكفيكم شرها، الافعى دي هي بشر، بس هي افعى كبيره جدا، هي اللي يعني ربنا بجد يكفيكم شرها، عشان شرها بيموت. ان شاء الله باذن الله هتكتشفوها في اقرب وقت. خلي بالكم من الافعى دي، انتوا لسه ما اكتشفتوهاش، هتقولوا احنا عرفناها، انتوا لسه ما اكتشفتوهاش. هي بتأذيكم من طرف تاني بعيدة عنكم، بس انتوا لسه ما تواجهتوش وش الوش،
وعلشان كده انتوا لسه ما عرفتوهاش. الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله خلوا بالكم من نفسكم، ولو عندكم علاقه مع ابراج ناريه يا ريت تخلوا بالكم، وما تخلوش الابراج الناريه تتذاكى عليكم علشان خاطر انتوا مش يعني ما تضحوش كتير، مش هتفضلوا طول العمر تضحوا وطول العمر تيجوا على نفسكم من اجل ان انتوا ترضوا اطراف اخرى تعباكم وعامله لكم عراكيل في حياتكم. الحظ هيكون من جانبكم الفتره اللي جايه علشان انتوا طال انتظاركم في الخير، طال انتظاركم في اخبار كتيره جدا، فانا شايفه لكم اخبار حلوه، شايفه لكم انتصارات عزيمه، في شجره هتنور طريقكم والشجره دي هتطرح عليكم من بعض اللي انتوا زرعتوه في حياتكم، بس خدوا بالكم من خروج من مطبات في حياتكم. الفترة دي هتكون عندك بعض الاتصالات، هيكون عندك بعض الاهتمام بنفسك جدا، عايز اقولك ان في موضوع والموضوع ده هيكون فيه قبول او هيكون فيه فرصة، والفرصة دي هيكون فيها قبول عندك، اذا كانت قبول شغل، قبول جواز، قبول حاجة معينة، فانت عندك قبول او قبول في الدراسة الله اعلم، بس انت الفترة دي من الفترات اللي هيكون عندك قبول نفسي واستقرار، بس انتوا حيرانين، عندكم حيرة، عندكم تردد في موضوع انت حيران فيه جدا ومش عارف تاخد فيه القرار ولا عارف تطلع من اللي انت فيه. دايما بتحس في بدايات الحاجة سهلة، يعني ممكن تدخل في البداية تحس ان البداية سهلة، وبعد كده بتكتشف الغدر، بتكتشف خيانات، بتكتشف حاجات كتيرة جدا مع استمرار المواضيع. عايز اقول لك ان انت هنا دايما افكارك مبدعة، دايما بتبدع في افكارك، دايما بتبدع في امور تخص حياتك. خلال الايومين اللي جايين دول هيبقى فيه مؤامرة، المؤامرة دي عايزك تخليلي بالك منها عشان خاطر هيبقى المؤامرة دي ما بين اتنين ستات من المقربين لحياتك. في كلام هنا انت سمعته والكلام ده ضايقك وخلاك تقطع علاقتك مع الاشخاص دول. في كمان هنا خبر حمل او جنس مولود جديد في حياتك هينور بيتك وهيجيب لك الخير والبركة بإذن الله بفضل ربنا. قدامك ثلاث خطوات بإذن الله، والثلاث خطوات دول هيفرحوك جدا. انت ناوي تطلع، وطول ما انت ناوي تطلع هتطلع، ما تقلقش خالص. وعشان كده بحب اطمنك ان انت عندك كام خطوة بالظبط وهتطلع وهتعيد نشاطك وهتعيد الامور اللي في حياتك بفضل ربنا. بالك مشغول برجوع حق، عندك بالك مشغول بحقك اللي متاخد منك، بحقك اللي بعيد عنك، اللي مش عارف تاخده من ناس كتيرة مقربة في حياتك، فانت عندك استرجاع حقوق. بس قولولي اللهفة والاشتياق دول لمين؟ عندك لهفة واشتياق لمين يا هل ترى؟ في كمان حب جديد او في علاقة جدية، في كلام يخص الحب. لو انتوا مخطوبين او مرتبطين او في حياتكم علاقة عاطفية، فبينك وما بين الشريك نفور، بينك وما بين الشريك كلام، الشريك عنده حد عمال يزن عليه، الشريك في ضغط نفسي وانتوا مش حاسين بيه، عندك الشريك يعني انتوا مش فاهمينه اليومين دول، ما بقيتوش فاهمين هو عايز ايه ولا ايه اللي بيحصل معاه، انتوا بس ليكوا يعني مش ليكم الظاهر، انتوا بتتعاملوا مع الظاهر، بس في اختلاف بينك وما بين الشريك، لا اما اختلاف بلد، لا اما اختلاف جنسيه، لا اما اختلاف سن، الله اعلم، بس في بينك وما بين الشريك فرق او اختلاف. وبرده على قد كده انتوا بتحاولوا ما تعملوش فرق، بتحاولوا ان انتوا تكونوا جنب بعض دايما، بس في كلام. وخلوا بالكم وانا بقول لكم اهو، في طرف ثالث متدخل بينك وما بين الشريك، والطرف ده هو اللي عامل لك المشاكل، وعلشان كده انتوا حاسين ان الطريق بتاعكم مسدود بسبب الطرف الثالث. يا ريت تحادوا على الشريك شويه وما تفضلوش تضغطوا عليه علشان كفايه الضغط اللي هو فيه. الفتره اللي جايه دي هيكون عندكم بعض المحاربه علشان توصلوا للهدف بتاعكم، انتوا دايما عندكم عزيمه. نشوف بقى الفنجان بتاعك هيقولك ايه وايه اللي مخبيه عليك. دايما انتوا متألقين، دايما واثقين من كل خطواتكم، دايما واثقين من كل حاجة في حياتكم، لدرجة ان انتوا عندكم نجم خفيف او نجم صالح لفوق. هيكون عندك بعض التبشرات وبعض الاخبار اللي حلوة اللي طال انتظرها.
عندك خبر حلو جدا جدا هتسمعه الفتره اللي جايه، هيديك انطلاقه جديده مع اخبار حلوه. بس انا دايما اقول لك ان انت عندك ركود، او مش ركود في الحياه، ممكن يكون عندك تفكير رهيب، بتفكر كتير جدا الايام دي، عندك امور شغلاك. الفتره اللي جايه هيكون عندك حاجات هتجددها انت، بس الفتره دي شغال، الفتره دي بتحاول ان انت تشتغل على نفسك زياده عن اللزوم، لدرجه ان انت ما بتاخدش راحه خالص علشان تشتغل وعلشان توصل لهدفك. وعلشان كده دايما اقول لك ان انت بالك مشغول بفلوس، ان انت ناوي تصلح غلطات عملتها، حتى لو مش غلطات في الحياه، ممكن يكون غلطات في شخصيتك، غلطات مع بعض الناس اللي موجودين في حياتك. واحده ست، والست دي من الاقارب ليك، من اقاربك انت. الست دي حسوده وحقوده دايما عينها قوية عليك، لدرجة ان انتوا بتعانوا من حاجة في جسمكم تعباكم، وفجأة تعبتوا منها ومش لاقيين علاج ليها، او بتحاولوا ان انتوا تطلعوا من اللي انتوا فيه. بينكم وبين الشريك كلام، بينكم وبين حد في حياتك كلام. انت كنت طول عمرك متألق، طول عمرك واثق من كل خطواتك، بس اتصدمت او اتخنت من ناس كتيرة جدا مقربة في حياتك. عايشين يعني انتوا لو مش مسافرين برا، فانتوا عايشين في غربة. الغربة دي ممكن تكون ان انتوا في وسط ناس وبرضو حاسين بالغربة، ممكن تكون في وسط احبة وحاسين بالغربة، ممكن تكونوا في وسط اهل بيتكم وحاسين بالغربة. فالغربة دي مش دايما ان انتوا خارج البلد، لا، الغربة دي ممكن تكون عزلة مع الشخص نفسه. فانتوا الايام دي بتحاولوا تعزلوا نفسكم عن حاجات كتيرة جدا في حياتكم، بتحاولوا تطلعوا نفسكم من اي صدمة او من اي ضربة عايمة على حياتكم. وزي ما قلت لكم انتوا بتشتغلوا على نفسكم الفترة دي، بتحاولوا ان انتوا تبذلوا اقصى مجهود في حياتكم علشان توصلوا للهدف بتاعكم وتوصلوا للحلم. وعلشان كده هيكون عندكم تبشرات حلوة جدا جدا، وهيكون عندك كذا خطوة. انتوا دايما من الاشخاص اللي هي بتختار الطريق الصعب، ما بتعرفوش تختاروا طريق سهل تمشوا فيه على طول، لا، دايما كل طريق بتختاروه بيطلع لكم فيه مطبات، وبيطلع لكم فيه حاجات تعباكم وتخنقكم. وعلشان كده انت حاليا مش واقع في مشكلة، انت حاليا بتحاول ان انت تطلع نفسك من اي مشكلة. عندك وردة، والوردة دي هي اللي هتطرح على طريقك الحب والبركة والايام الحلوة. ارمي همومك على ربنا وتوكل دايما على الله، هتلاقي الاخبار الحلوة. طريقك فيه مطبات، بس كل حاجة هتوصل ليها في الوقت المناسب، ما تقلقش خالص، انت ناوي، وطول ما انت ناوي هيكون عندك امور حلوة جدا مع تبشرات هتحسن من وضعك اللي انت فيه حاليا. انا مش قلقانة عليك، بالعكس، انت عندك اخبار حلوة مع انطلاقات كتيرة جدا في احداث حلوة. عندك حد تعبان، ام او اخت او حد من اهل بيتك، عندك حد تعبان، والحد ده بيعاني من بعض الارهاق، بيعاني من بعض التعب اللي في حياته. اقف جنبه او عالجه او خليك دايما واقف في صفه، هتلاقي الشفاء العاجل باذن الله لحياته الفترة اللي جاية. احب اقولك ان انت ناوي تنفر حد من حياتك، او ناوي تطلع حد من حياتك. انت هنا عندك خروج، لا اما من علاقة، لا اما انت يعني ناوي تعمل حاجات كتيرة جدا في حياتك. انت محدش بيفهمكم خالص، يعني انتوا محدش بيفهمكم. حياتكم كانت دايما كتاب مفتوح، بس من بعض التغيرات والاشخاص اللي دخلت حياتكم بدأتوا تتغيروا، ما بقيتوش زي الاول. يعني انتوا تغيرتوا 180 درجة في حياتكم الفترة دي خالص، بسبب ان انتوا اتخاب ظنكم في كذا موضوع. كل ما يعني في كذا موضوع كل ما بتقولوا خلاص هانت، بترجع اسوأ ما كانت. في مطب واقف قدامك، والمطب ده باذن الله بسبب دعوات الست الكبيره اللي في حياتك اللي هي بتحبك جدا، هتلاقي نفسك طلعت من المطب ده سهل جدا. بعض منكم عايز يرجع من غربه، عايز يشتري عربيه، عايز يغير البيت اللي هو فيه، الله اعلم. بس انت عندك تغيرات كتيرة جدا، خلي بالك، في مكالمة، والمكالمة دي هيبقى فيها طلب فلوس منك. وطبعا في ناس كتيرة جدا طمعانة فيكم انتوا، علشان بتعرفوا تجيبوا القرش ازاي، وبتعرفوا ازاي تجيبوا الفلوس دي، ففي طمع،
والطمع ده يعني هما في تسليط وفي كلام كتير. فخلوا بالكم لو معاكم فلوس يا ريت تخبوها، يا ريت تداروها، يا ريت ما تبقوش صرحة زيادة عن اللزوم علشان خاطر المشاكل اللي انتوا فيها مش ناقصين. فعلشان كده انصحكم دايما انه لو معاكم قرش خبوه، علشان القرش هينفع في ايام معينة انتوا هتكونوا محتاجينها. انتوا الطمع بس من الناس المقربة لحياتك، انت محدش غريب طمعان فيك، الطمع مش جاي لك غير من اللي من دمك ولحمك. فكون حريص على فلوسك، وكون حريص على اي قرش في جيبك، علشان خاطر انت مش ناقص، انت اللي فيك مكفيك. وانا دايما اقول لك كده، مش عايز هموم ولا عايز ضغط نفسي من حد، انت متكل على ربنا، وطول ما انت متكل على ربنا هتحصد خير الفترة اللي جاية، علشان انت الفترة دي من اجمل الفترات اللي هتكون في حياتك، اللي هتحصد بعض الامور وبعض الانطلاقات الحلوة اللي هتكون خارجة في حياتك. ودايما اقول لك ان الطريق اللي انت مختاره هو طريق صح، وعلشان كده هيكون عندك اخبار حلوة هتحصدها من الطريق اللي انت ماشي فيه ده. انت عايش في دوامة، عايش في حيرة، عايش في حبة ركود او حبة افكار كبيرة في حياتك، وعلشان كده هتخرج من كل ده. بس خلي بالك من الشبكة اللي داير عليك في الهموم بينك وما بين اشخاص مقربين. في اول حاجة عايزك تحذر، احذر الفترة دي من مؤامرة عليك من انسان قدامك بكلام ومن وراك بكلام تاني. الانسان ده منافق وبيلعب على الطرفين، واكتر حاجة بيلعب عليهم هم المتجوزين. يعني انتوا لو المتجوزين فانتوا عندكم كلام خلوا بالكم، او منفصلين خلوا بالكم من الكلام اللي الشخص اللي بينكم ده بوشين بيحاول يتكلم عليكم انتوا، بيتكلم مع بعض الامور. في مواضيع هتتفتح في العيلة الفترة اللي جاية دي، هيبقى في كذا كلام بينكم وبين العيلة، هيتفتح كذا موضوع. انتوا زي ما قلت لكم ناويين تغيروا المكانة بتاعتكم، ناويين تعملوا حاجات كتيرة جدا، وعلشان كده هتعملوا كذا حاجة مش هتكون في الحسبان، بس هتطلعوا من الطاقات السلبية اللي انتوا بتمر بيها وبتمروا في حياتكم. في شخص، الشخص ده او حد، واحدة ست او شخص عيونهم زايغة، متعددين العلاقات، دايما بتلاقوا فيه كده امور بتحس ان عيونهم زايغه، ما بتحبوش تقعدوا معاهم ولا تتكلموا معاهم. مين الست اللي شعرها، يعني هي انسانه قصيره وشعرها متوسط ولا طويل ولا قصير، الست دي مركزه معاكم جدا، مركزه معاكم بطريقه كبيره جدا. او اقدر اقولها لكم ان الست دي هي وبنتها، بنتها حط عينها عليكم، لإما غيرانة، لإما يعني لو انتوا بنت فهي غيرانة منكم، ولو انتوا ولد فهي حباكم الله أعلم. بس دايما الست دي وبنتها هي اللي بيعملوا لكم مشاكل، أو عيونهم كبيرة عليكم وانتوا ما بتحبوش الكلام الكتير، انتوا بتحبوا الاختصار جدا في حياتكم، والست دي عيونها قوية جدا. فخليه لبالك من أي عراقيل او اي حاجة ممكن تضايقك او تخنقك الفترة دي. الفترة دي انها عارفة ان عايزة ابشرك ان هي من اجمل الفترات اللي انت المفروض يكون نجمك فيها ساطع، ويكون نجمك فيها عالي. وعشان كده عايزاك تحضر نفسك لطريق سفر، تحضر نفسك لدعم كبير هيكون في حياتك. انت الفترة دي مركز وواخد مكانتك في حياتك الصح، وهتخرج من امور مش هتكون في الحسبان، علشان خاطر انت ناوي تتمسك بنفسك اكتر، ناوي تحصد اللي انت زرعته المدة اللي فاتت. حتى لو محدش هيقدم لك الدعم، انت هتقدم الدعم لنفسك، وهتقدم الاخبار الحلوة كلها لنفسك، ومش هتستنى حاجة من حد. انت عزة نفسك دايما بتمنعك ان انت تطلب حاجة من حد في حياتك، وده اجمل ما فيه. احب ابشرك ان انت هنا هيكون عندك اعتماد على نفسك، هتعتمد على نفسك الفترة اللي جاية دي، وهتحاول تيسر امورك بنفسك، علشان خاطر هتسمع حاجات كتيرة جدا. انت مفيش حاجة بتحبطك ابدا، يعني مهما يقولوا لك مفيش حاجة بتحبطك. وعلشان كده لو انت ناوي تغير العتبة بتاعت بيتك، وهتسمع كلام يضايقك، ما تسمعش كلام اي حد. في واحدة ست حطاك في بالها، في واحدة ست حطاك في عقلها، وعلشان كده عاملة لك عراكيل كتير جدا، ودايما بتضايقك او دايما بتخليك مخنوق او حزين الله اعلم. بس الست دي مش كويسة،
انت هنا دموعك نازله، يا هل ترى دموعك نازله من كتر الاشتياق واللهفه اللي بينك وما بين حد، ولا دموعك نازله ان انت صعبانه عليك نفسك في حياتك، الله اعلم، بس في دموع نازله منك الفتره دي. في كمان هنا يعني انتوا هتحاولوا ان انتوا تشتغلوا زي ما قلت لكم، وعلشان كده هيكون في فلوس جايه لكم، والفلوس دي هتجيلكم من مصدر حلو جدا، وما يعني بلاش تمسكوا على ايدكم شويه، انتوا مسؤوليتكم بتزيد. احب اقول لك على حاجه تاني، ان في شخص هيرجع لك من الماضي، الشخص ده هيبقى في بينك وما بينه كلام، هيرجع لحياتك، بس رجعته ليك مش هتكون حلوه، رجعته ليك مش هتكون حلوه، هتفرحك في البدايه بس بعد كده هتزعل، فيا ريت تاخد القرار الصح من البدايه في الرجوع. خلال اسبوعين هيحصل موقف يفرحك، والموقف ده هيخليك تغير تفكيرك وتغير امورك. واحب اطمنك وابشرك بالخير انه العلاقه اللي بينك وما بين حد على السوشيال ميديا، اذا كانت احبه او اذا كانت علاقه ارتباط او اذا كانت صداقه، البلوك اللي بينكم هيتفك، والبلوك ده اتعمل بسبب كلام او بسبب ان انت اكتشفت او بسبب ان الشريك في حد بيتكلم معاه، فالبلوك ده هيتفك. وزي ما قلت لك لو كان الشخص ده من الماضي فهو هيرجع لك، وزي ما قلت لك رجعته مش هتكون حلوه ليك، خلي بالك من نفسك وكون حريص كويس جدا، فالبلوك ده 100% هيتفك، وهيبقى زي ما قلت لك فيه كلام هيفرحك، بس خلي لي بالك من اخر العلاقه. دايما عندكم قوه خارقه علشان توصلوا لاي هدف في حياتكم. انتوا من الشخصيات اللي هي طول ما في هدف قدامها بتفضل تشتغل، مفيش احباط عندكم، مفيش حاجه اسمها انا محبط، انا مش قادر، انا مش عايز، لا، انتوا بتفضلوا تشتغلوا، وحتى لو تعبانين او بتعانوا من اي حاجه تخص حياتكم برضو بتفضلوا تشتغلوا. وعلشان كده انت الفترة دي من اكتر الفترات اللي انتوا حاسين بخمول وكسل وارهاق غير طبيعي، لدرجة ان انتوا طول الوقت مصدعين، وده بيدل ان الطاقة عندك بتتجدد، الطاقة عندك بتتغير، خليلي بالك. لو انتوا بتناموا على ظهركم انصحكم ما تناموش على ظهركم خالص، يا ريت تناموا على اي جنب الا نوم الظهر. وبلاش ان انتوا قبل ما تيجي تناموا تفضلوا تسمعوا اغاني، تفضلوا تفكروا في الماضي، تفكروا في اي حاجه مؤذيه. اول ما تحطوا دماغكم على المخده يا ريت تحصنوا نفسكم، وما تفكروش في اي حاجه ممكن تحس ان هي هتضايقكم او تخنقكم، علشان خاطر انتوا عندكم القرين واللمسة العاشقة مش سايباكم في حالكم، وعشان كده بتعانوا من اعراض كتيرة جدا، واكتر الاعراض الوقف الحال اللي عندكم اللي بتعانوا منه. كل اللي مطلوب منك الفترة اللي جاية على قد ما تقدر حاول ان انت تكون هادي، على قد ما تقدر حاول تستقل بنفسك وملكش دعوة بحد. عندك اخبار حلوة ان شاء الله بإذن الله، مع تبشرات كتيرة جدا هتغير من حياتك، واتمنى لك السعادة والهنا والرزق والتفاؤل. ولو بتعاني من سحر ولا قرين ولا تبيع ولا وسواس ولا اي مشكلة عندك بتعاني منها، صندوق الوصف هتلاقي لينك قناتنا اللي عليه العلاج، او هتلاقيه في اول تعليق، وان شاء الله باذن الله الشفاء لحياتك اللي ايام اللي جاية. وانتظر اخبار جديدة مع توقعات جديدة على قناتنا ان شاء الله.